وحيكون نقذين كنسر حقيقي ما أصلا أهين وحن سببه يو وحن معناها كنسر كأنه حنون كان إذا خاتيته كل شيء يعني ما أصلا أهين مرنبا حيسكت دين إنها روحانته أما جنك أدوى حسيسي شرعنا ما بنانو نرش هذا نويقال عفندونا هذه أدسلة هاي ما أنت أود بالله لها هاي وحيمان دون تمالين على أول لهين وحي جن دوني ذا جوغن أي جيركا كسو حاضرات حانونا ذا روحيقا ميي سببي كاران قفكا وكوكيني كاران حانونا كالو وعدوي أما بحانونا كالو أو قفكا نخاتير تأيكو شيغان تصالة سيدا دي كاركا معانكا قاسكا يفالقا يكو كالي بضن أي قفكا لو شيغو نخاتير تأيكو شيغان هدبا ما أنت بحايدين لو ذاقا يهال قصو قصة دا صو قصة كسابسن حنون نخاتير تأيكو شيغان قبر والله ذا كمي ده بلسم ومركي دنبان ودن بينتي ونقوم واي حنون كاسي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفوا بعد والله يا القصة والبول قولوا وذاك وحال ربينا كقاعدة الدرسي عشره وحال نوقاتها ولا الكيقة مسلمك ولا شيء ده مسلمة ده هيدي إن قفك إيش بين آدم كأي سبب كرت إنه قفك قبرك قاله أو دينته أو نلاش أو ناف مركا إن حنون لو الشيغو وحنونا أي سببته وحبا أكتي هذا كماها وين وفضده وحن إذن لو ذاك يا مركا قصة كم إذا قصوين كاسي حقيق دين قصة ده نحكمتها قصوين كأيو يابك بضا يعني لا ما كاقي إنت أن كجري مجال كان علاجك الرقية ده يددك طبيبي دوده وحامال المالمها كم إذا حفيزك يقو يمد ويبا خاصة مقدشو وحايقو يمد ويل يقبر إسلا صعوده كواسو كالصعوده قف بوكان أو قريقة وياله آن سوكع كرين سعون كرين بل سحردان لغا قاضيو عنتدان لغو السينيو فلنبوين لغو الدوري يوحيا وكالو أو لنع تلك هذا لنع كميد أهلغا الدوليني بس وحيقا ورمين مركا حانون كقفكو ذا بوكان كاه وحانو قبتي بلان مالين تي إي إي مانا يان وحيهن مالين أحد شغولكو يقو بانداي وحانو قبتي مالين تخميس تاينان قريقو أقوي ماضو ويقو إي إي مادان راعو وسيدا قريقو عنو وضا تقنو بالحالة دا قفكان حانو ساني آنسو عرق ما دامو سنسوكي عكري وان بحي مالين تي خميس تمركي لقاروان نسرعني وحان اتقاي قف للكيالو سرير سارن سوكي عكرين هذا الكيس أودي بيو أو أنا هذي كريم هذي اللي بكلم اللي ويدينه أن كلمة سدحات جواب كريم أو يعني حنون كإدارة مسويت قف كي مركان في لي عاديا وجسمي سي عادي قاب كيس مركات في ريسيد وجهي سو حنون أحكام موضوع أو قف وجهي سيف يوي هذي حنون كان لب أوي هين وحال الربي من مدح إلى اللب إن تركه دن وقف كاسي حنون كلاجات دراي ما يوقف كي أركع الربي كديبوان شكيي حنسير قبلان حنون كأشيء جيسن أموسن هينين وحقيقة هذا حنون كاسي دخاتير تكو شيءين وحينين يرهدين وحبك ما قبان كرنو ولا دل ولا ديبد وحولا ما قبان كره جوري جيستو أو دمشيت هذا سقط وحدو قاته قفل بوقت جيسو دمنا يا سكن البرقسنا كوما درسنا البرقسنا كما وحوي ديب داعيه حل نف والبنة حلي وقتي بعلاجه بس وان ورستي كدبنا وحام بالله بينا رقيتك واقريه واندكت مدي كجا ادمو دكت بيد احنا مركزي انا اذاني اقن بس كون راعيه اذان كان ساد وقتهم بحكمتاي وحيابا قفك هدو جين شركيس كجر وسامينه مركزي وحبا كما دريمين وحان نوغات الشياطين تاين اسقريان الى اي حد قف حالة دي سهير كاس اي مرايسو او كانسر لوغو شيغي او حالد ديس ملحون اي تهاينه شيطانك اما جيركيس اما حسدك جيركيس كوجيرو ما اهن ميد شالاي دراتكو بلاوده وا وح الى يرانت قفكه سو قاتي ديغي بو غالي لفيه وراحي وانا كو اوغو بدن اي شياطين تا صبره ادكيستا اسحجيو سي ان لو اوغانين لو نكشفين حنون كن اوسن بنانكا اوسن او ايمانه كدب مسي هارين وحان كو بلاوي دوين عشاب مركاسي oo aan watay oo aan ugu talagalay dadka xanuunkooda qarsoon yahay inay kashifaan dawooyinkii baan u marinay kadib markaan u marinay ruqyada ku bilaabay markaan ruqyada ku bilaabay ayaa un waxa ka soo baxay hal mar dhawaaq
marka koobaad waxay ku bilaabatay inay hiin raagto oo cod guuxa ay sameeyso kadibna ay ugu soo eegto indha daran oo qofkii saa u fiiriyo uu ka cabsanay yacni indha adag bay ugu soo eegtay waxaan halkaa ka ogaaday in gabadhan uu ku jiro jinni waayo calaama ka mid eh weye calaamaadka lagu garanayo qofka jinni jirkiisa uu ku jiro waayo waxaa lagu gartaa qofka markii ruqyo lagu akhriyo indhaha inuu galka ka saaro ilaa heer indhihiisa ay casaanba noqdaan gaduud ay noqdaan kadib waa ruqyadii baan sii waday marka dambena gabadhii hal mar unbay soo booday oo qofkii aan fadhiisan karin socon karin waxa weeye hal mar unba oo lasoo fadhiisay qofkii lasoo fadhiisanayay ayaa hal mar un soo booday markii hal mar soo booday oo ay soo fadhiisatay ayay mikrofoonkii gacanta aan ku haystay bay ila qabsatay waa laga fujiyey ruqyadii aan sii waday kadibna waa uu qayliyey wuxuu yidhi waxaan ahay jin waxaana la isiin jiray dhiig waxaana isiin jiray hooyadeed gabadhaana iyadoo yarbaaba la ii ballanqaaday kadib waan sii wareystay sideeba hooyadeed kuu siin jirtay dhiigga maxaad satihiin waxay igu jawaabeen hooyadeed baa nala shaqaysan jirtay oo aheedba qof jinka waxa weeye dadka wax ka siiso waan yaabay haddaba waxaan yidhi haddii jinka hooyadeed ay shaqaysan jirtay hooyadeed dhimate maxaad gabadhaan ka rabtaan waxay dhaheen iyadoo yarbaaba naloo hibeeyo nala siiyeyba shuruudihii aan galnay oo aan la galnay hooyada ayaa ka mid ah ilmahaada mid ka mid ah nasii kadibna gabadhan saasaa naloo siiyey weligeedna waan kusoo jirnay maxaa sababayseen intaasoo xanuunno kan hadda taagan oo kansar ahna annagaa sababayno dhiiggii ayaan ka waxa weeye ka nuugnay oo dhiig la-aan baa ku dhacday xaaladaasayna ku sugantaa intaasoo jeer baana dhiig lagu shubay balse kansar ma ahna annagaa sababayno waxaan idhi markii isaga baxa idinku ilaahay ku baxa way diideen waayo waa wax sanawaad fara badan jirkii iyo lafihii raacay waxaan idhi gabadhaan ruqyada sharciga u baahantahe ha la keeno xarunta laigu keeno waa lasoo waday xarunta laigu keenay maalin maalinkiisi dambeysa xaaladeeda way kasoo raynaysay waxa lasoo qaada maalmihii koobaad iyo labaad ilaa afartii maalmood hore wixii ka dambeeya way soo ladnaanaysay ilaa marka dambe xanuunkii jirkeeda ku jiray laga waayey caafimaadkeedana uu caadi noqday maxaan qisadan ka qaadanaynaa marka waxaan ka qaadanaynaa xanuunkan ruuxiga wax walbuu keena wax walbuuna sababa haddii hooyadaa wax kaa siin jirtay xanuunna jimanka iyo waxyaabahaas calaamaad baa jirta aada isku garanaysid oo isla muuqaalkan aan kaaga faa'iideynayo lagu garanay inuu xanuunkaas ku hayo weliba mid wax lagaa shidshidi jiray inuu jiro waqtigii jahliga iyo xilliyadii hore inta badan dadku way isticmaali jireen waa la siin jiray laakiin waxaa ceeb ah waxaa khalad ah waxaa dembi kugu ah adiga oo og habeenii maalinna culimada iyo dadka waxaweye ka waramayaan oo laleeyahay ma banaano waa shirki inaad wax sii siisid ilmahaaga unax walaal ilmahaaga unax naftaadana unax ruux jin in wax la siiyana ma banaano sharcan waxaan ku yidhi marka waxaa kamid a kow calaamaadka waxaa kamid ah calaamadikood waxaa kamid a in gurigii aada ka weysid dahabkii lacagtii waxyaaba noocaas aada ka weysid labo kufitaankii inuu kugu bato saddex adiga oo aanan gaarin da-dii takhabudka isku dhexyaaca in aada dareemtid inaad isku dhexyaacday oo aad iska buuqaysid oo isku dhexyaacsan tahay waxaadna ogaataa haddii hooyada ay kuu joogto oo xayi tahay oo nooshahay horta alxamdulillah waa ilaahay mahadiye hooyadaa waxaa jirta hadday wax iska umin jirta calaamad aad ku ogaanaysid in ay mar walba ka sheekeynaysa geela iyo xayawaanaadka iyo yani waxyaabaha inay ka sheekeynayso aaway aaway hebelay ku hayso habeenii maalinna isan seexanin oo ay taagnaanayso waa haddii wax iska shidi jirtay waxna uumin jirtay waxaa dhibaato ku hayo jimanka wax la siiyo qisadeenna marka intaasan kusoo gabagabaynaynaa ka digtoonaa inaad jin wax siisid mana bannaano noloshaada haddaad maanta xayi tahay oo aada awood leedahay ogow maalin waxaa imaanaysa awooddaadana ay daciifayso waxbana aan qaban karin jin mid waxa joogo dhanna ay jirkaaga kusoo kulmi doonaan waayo waa qof la baray waa wax la baray in la siiyo dhiig ama raashin ama waxyaaba noocaasi la siiyo marna mar walbana waxay u baahan yihiin wixii la siin jiray in la siiyo iyadoo aan la siininne ma baxayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh